لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. أكدت بعض المصادر أن سعد النصيري والمدرب وليد الركراكي سيعقدان في الأيام القليلة القادمة اجتماعا حاسما بخصوص مستقبل الفريق خلال الشطر الثاني من الدوري المغربي، حيث خلفت الهزيمة المثيرة لفريق الوداد ضد نادي الفتح الرباطي ضجة كبيرة داخل الأوساط الودادية، حيث صب الجمهور الودادي شم غضبه على اللاعبين خاصة الحارس أحمد رضا السكنوسي. وأضافت المصادر أن سعد النصيري والمدرب وليد الركراكي سيعقدان اجتماعا حاسما بخصوص الانتدابات واللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق في الميركاتو الشتوي القادم سواء بصفة نهائية أو على سبيل الإعارة، حيث سيضع المدرب وليد الركراكي قائمة المغادرين إلى جانب اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم حسب مراكز الخصص بفريق الوداد. يمثل المدافع الشيخ ابراهيم كومارا امام اللجنه التاديبيه لفريق الوداد، وذلك لعدم التزامه بتعليمات الطاقم الطبي للفريق الاحمر بعد الاصابه التي كان قد تعرض لها في شهر نوفمبر الماضي، حيث اكد مصدر وداد مسؤول ان فريق الوداد توصل بمجموعه من الصور للمدافع الشيخ ابراهيم كومارا، حيث خاض مقابله في كره القدم باحد الشواطئ مع مجموعه من الافارقه جنوب الصحراء، ما اثار حفيظه سعد النصيري والمدرب وليد الركراكي. كما أوضح أن فريق الوداد عازم على معاقبة المدافع الشيخ إبراهيم كومارا لعدم تكرار هذه التصرفات الغير احترافية. وكان قد غاب المدافع الشيخ إبراهيم كومارا عن المباريات الثلاثة الأخيرة لفريق الوداد ضد كل من الدفاع الحسني الجديد ومولودية وجدة والفتح الرباطي. حسم الطاقم الطبي لفريق الوداد في غياب المدافع أيوب العملود عن مباراتي الفريق الأحمر بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في 11 و18 من شهر فبراير القادم لعدم اكتمال شفائه من الإصابة، حيث أكد مصدر وداد مسؤول أن المدافع أيوب العملود دخل مرحلة الترويض ويحتاج لمدة طويلة للعودة إلى الميادين، حيث من المتوقع أن يخوض مباراته الأولى مع فريق الوداد في شهر مارس القادم. كما أوضح أن الطاقم الطبي لفريق الوداد أخبر المدرب وليد الركراكي بالموضوع للبحث عن بديل له بالميركاتو الشتوي القادم، حيث يطالب بالتعاقد مع ظهير أيمن لتعويض الغياب الاضطراري للمدافع أيوب العملود، حيث اقترح المدرب وليد الركراكي التعاقد مع محمد مفيد مدافع الجيش الملكي بالميركاتو الشتوي القادم. غادر المهاجم الليبي مؤيد اللافي الحجر الصحي بمدينة مراكش، حيث سيلتحق بفريق الوداد، وذلك بعدما ظل عالقا في بلاده لأكثر من أسبوعين كاملين بعد تعليق الرحلات الجوية من طرف السلطات المغربية. وأكد مصدر وداد مسؤول أن مؤيد اللافي خضع لآخر مسحة طبية حيث جاءت سلبية ليغادر بذلك حجره الصحي. واستفاد المهاجم الليبي مؤيد اللافي من الرحلات الاستثنائية للسلطات المغربية، وذلك لإعادة المغاربة العالقين بالخارج، حيث اضطر للسفر إلى تركيا قبل العودة إلى مراكش والتي خضع بها للحجر الصحي إلى غاية يوم الأربعاء الماضي. ربط سعد النصيري اتصالاته بمجموعة من الأندية الوطنية للتعاقد مع بعض اللاعبين، وذلك في الميركاتو الشتوي القادم، حيث أكد مصدر وداد مسؤول أن سعد النصيري ربط اتصالاته مع المسؤولين بنادي أولمبيك آسفي، حيث تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع المهاجم حمزة خابة في الميركاتو الشتوي القادم. ومن المتوقع استمرار المفاوضات بين الطرفين إلى غاية التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال حمزة خابة إلى فريق الوداد، حيث يرغب المدرب وليد الركراكي في انتدابه للفريق الأحمر، ويعتبر حمزة خابة من أبرز اللاعبين في الدوري المغربي خلال السنوات الأخيرة، حيث يقدم مستويات جيدة رفقة نادي أولمبيك آسفي في البطولة الوطنية الاحترافية. أصبح المهاجم الكونغولي جوفيل تسومو خارج حسابات المدرب وليد الركراكي لعدم اقتناعه بمؤهلاته التقنية والبدنية بعد انتهاء الشطر الأول من الدوري المغربي، حيث سيضع المدرب وليد الركراكي المهاجم الكونغولي جوفيل تسومو بقائمة المغادرين في الميركاتو الشتوي القادم. كما طالب سعد النصيري بالتعاقد مع مهاجم جديد لتعويضه بفريق الوداد، حيث يرغب المدرب وليد الركراكي بالتعاقد مع الجابوني أكسل مايي مهاجم نادي اتحاد طنجة، أو التعاقد مع البوتسواني كابيلو سيكانيانغ
وهاشم نادي أولمبيك خريبكا في الميركاتو الشتوي القادم. توصل اللاعب أيوب سكوما بعرض احترافي من أحد أندية الدوري البحريني، وذلك للانتقال إليه في الميركاتو الشتوي القادم، والذي ينطلق في 15 من شهر يناير القادم. حيث أكد مصدر وداد مسؤول أن أيوب سكوما ينتظر الاجتماع بساعد النصيري للتواصل إلى تسوية ودية لفسح عقده مع فريق الوداد، وذلك حتى يتمكن من الانتقال إلى الدوري البحريني، خصوصا أنه باس خارج حساب المدرب وليد الركراكي في الموسم الكروي الحالي. كما أوضح أن سعد النصيري سيبدأ اجتماعه باللاعبين الذين أصبحوا خارج حساب المدرب وليد الركراكي، وذلك لإيجاده تسوية ودية لرحيلهم عن فريق الوداد، سواء بنظام الإعارة أو بصفة نهائية في الميركاتو الشتوي القادم. ومن أبرزهم أيوب سكوما والمهاشم بديع أوك، بالإضافة لسفيان كركاش وزكريا الكياني والمدافع بدر الدين كدارين. تقدم نادي من دولة الإمارات بعرض تصل قيمته ل 300 مليون سنتيم للتعاقد مع أيمن الحسوني في الميركاتو الشتوي القادم، حيث أكد مصدر وداد مسؤول أن سعد النصيري سيناقش مع أيمن الحسوني تجديده لعقده مع الفريق الأحمر الذي ينتهي في الصيف القادم، وذلك قبل حسمه في العرض المقدم من طرف النادي الإماراتي. كما أوضح أن سعد النصيري يسعى لتجديده عقد اللاعب أيمن الحسوني نظرا لحاجة فريق الوداد إلى خدماته في المرحلة القادمة، والتي ينافس خلالها الفريق الأحمر على مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالإضافة للدوري المغربي في الموسم الكروي الحالي. ويعتبر أيمن الحسوني من الركائز الأساسية داخل تشكيلة المدرب وليد الركراكي، حيث من المتوقع أن يرفض سعد النصيري العرض المقدم من طرف النادي الإماراتي، كما أن المبلغ الذي قدمه النادي الإماراتي لا يمثل القيمة المالية الحقيقية للاعب أيمن الحسوني.